يا ابو صالح اول شيء يا ابو صالح كل اعتذار الشديد. الله يبيض وجهك يا ابو صالح ويبيض وجه نائبك ويبيض وجه رئيس المجلس التنفيذي على العلوم الطيبة اللي قدموها لنا. والله اكم ما خليتوا علينا قاصر، والله اكم هبيتونا العيال وانتوا الاباء لنا، جعلكم تسلمون. ولكن يا ابو صالح اعذرنا، ترى السبب مهاب، ونعتذر لجمهورنا العزيز الغالي، نعتذر لجمهورنا العزيز الغالي، ونعتذر واعيد واكرر يا ابو صالح، نعتذر لك منا لاخر يوم في الدنيا. ويا مهاب ترى اللوم عليك يا مهاب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بالميد الجمهور ابو صالح لا احد يلومنا في خوينا. نعم خلاص يا ابو صالح، والله العظيم هم والله العظيم الحين قدرك اكثر من تقدير بعض شيبان، والله العظيم هم والله العظيم انكبونا، وحن نعتذر لك من ذا المكان. والله ما خلانا نمشي الا ظلمها ظلمها. نعتذر للجمهور العزيز القدير ونعتذر لك يا ابو صالح، لكن مهاب تخبطاته هذه هي اللي سوت هذا. اول شيء استبعاد متعب رقعان وطلع كلامه مو صحيح ورجع، وثاني ما به في كلام في الخصومات اللي قبل شوي، وثالث ما به في التوقيفات، ورابعها خاتمتها استبعاد ريان. يعني لو نجلس الصبح بيستبعد كل يوم واحد منا، هذا ما نرضاه مرة كافية، لا نرضاه لا انا ولا انت ولا كله. وذا الحين نعتذر لك ونسلم عليك سلام واجد. حنا قد حمنا سري مع اخوينا ونقول حنا اهل اخوه.